حول هذا الموضوع معنا الدكتور أحمد ويصال الأكاديمي في جامعة إسطنبول التركية. دكتور أحمد مرحبا بك. برأيك إلى أي حد هي مؤشرات التصريحات التركية الأخيرة فيما يتعلق بقيام عملية عسكرية تركية في الشمال السوري لضحض ميليشيات انفصالية؟ مساء الخير. أولا طبعا تركيا جدية بهذه المشروع والعمليات، لأن PKK والPYD يعني يجعل لخطورة لأمن القوم التركي، وأيضا يعني هم يحاولون أن يؤسسوا دولة أو كيان أو قنطون مستقل، ويعني ليفتت بلد مثل سوريا والعراق. يعني هذا طبعا غير مقبول ومرفوض عند تركيا، وتركيا يأخذ تدابير. يعني أعتقد هناك تفاهم مع روسيا وسيستمر هذا المشروع. نعم، يعني الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحاته مساء أمس الأربعاء تحدث عن أن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة هامبورغ الألمانية قبيل قمة العشرين سيحمل في طياته الملف السوري وما خرجت به أستانا مناطق خفض التصعيد. كيف سيكون نتاج هذه المحادثات برأيك؟ أعتقد النتاج مهم يعني ومفيد وبناء مع روسيا، لأن هم يعني يشتغلون مع أمريكا وأحيانا يهاجمون أنصار روسيا، ويعني هم يحاولون أمر يعني يجعلون أمر الواقع في أراضي سوريا بدون رضا من جمهور السوري كمان، يعني السوري كمان. هذا أعتقد في تفاهم، يعني تركيا دخلت إلى الباب والأراضي الأخرى مع جيش الحر، وفي يعني في هذه الآونة الأخيرة هم يريدوا إبعاد هذا القوات الكردية، أو أنا أعتبره البعث الكردي يعني PYD من عفرين من أماكن أخرى، لكي لا يجعلوا أيضا الحزام الكردي أو حزام الانفصالي في جنوب تركيا. هذا طبعا غير مقبول، وتركيا يعني أعتقد تفاهم مع روسيا بهذا الأمر. نعم، أخيرا أود السؤال عن العملية العسكرية المحتملة التي تحدثت عنها في جوابك الثاني، كيف سيكون أثرها على الواقع السوري التركي على الحدود جنوب البلاد؟ هذا سيضمن أمن وسيساهم يقوي أمن القوم التركي، وأيضا هذا سيمنع أو يجعل صعوبة لانقسام سوريا أو تقسيم سوريا أكثر. هذا طبعا يعني كفاية من التقسيمات في العالم العربي والإسلامي، هذا سيمنع انقسام في سوريا. أيضا سيؤثر إيجابيا عموما، يعني لأن الصراع الإثني والطائفي لا يفيد أي منطقة. هذا PYD هو عنصر آخر للصراع الإثنية يعني عرقية. هذا طبعا يعني دور تركيا سيضعف هذه الخطورة. كل الشكر لك على هذه المعلومات الدكتور أحمد ويصال الأكاديمي في جامعة إسطنبول التركية.